السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نتطرق لموضوع مهم. من خلال هذا الفيديو سوف نقوم بحل مشكلة أعرف أن الكثير قد واجهها، وإن كنت لم تواجه هذه المشكلة من قبل فأنا متيقن أنك سوف تواجهها لاحقا. فهذه المشكلة هي تخطي حساب الجيميل بعد فرمطة الهاتف. فالعديد منا يقوم بفرمطة الهاتف دون مسح الجيميل الذي هو مسجل على هذا الهاتف، وبالتالي بعد فرمطته لن يتمكن من الدخول إلى الهاتف إلا بعد وضع الجيميل الذي كان بالهاتف وكذلك الرمز السري. أعرف أن الكثير لا يتذكر هذا الجيميل ولا يتذكر الرمز السري ولا يمكنه الدخول إلى الهاتف. فمن خلال هذا الفيديو سوف أقدم لكم حلا لهذه المشكلة إن قمتم بتطبيق كل ما سوف أقوم به. فقبل أن نبدأ في التطبيق، لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل جديدنا، ولايك للفيديو كتشجيع لنا. فهيا بنا نمر للتطبيق، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا لتتمة هذا الفيديو. كما تلاحظون فهذه هي الواجهة التي سوف تظهر معكم بعد فرمطة الهاتف. كما تلاحظون سوف نضغط هنا على هذا الزر ديماري. من الضروري أن يكون الهاتف متصل بشبكة الواي فاي. سوف نضغط على سويفون هكذا. سوف نضغط هنا على هذه الخانة ثم أكسبتي. كما تلاحظون هنا الهاتف يطلب منا حساب الجيميل الذي كان على الهاتف قبل فرمطته، فلا يمكننا الدخول للهاتف إلا بعد إدخال حساب الجيميل الذي كان على الهاتف وكلمة المرور. فلحل هذه المشكلة وتخطي حساب الجيميل يجب أن نضغط هنا على هذا الزر 3 مرات متتالية هكذا، لنقوم بتفعيل التالك باك، ثم سوف نقوم بالعودة. سوف نقوم بهذه الحركة وكأننا سوف نكتب حرف L هكذا. سوف تظهر معنا هذه الإعدادات. سوف نضغط هنا على بارامتر تالك باك هكذا مرتين، وبعدها سوف نقوم بالتمرير إلى الأعلى بالأصبعين معا هكذا. سوف نقوم باختيار هذا الخيار اد كومنتير هكذا. الآن يمكننا الضغط مرة أخرى 3 ضغطات متتالية على هذا الزر لتعطي الخدمة التالك باك لكي نشتغل دون مشاكل هكذا. سوف نقوم بالضغط هنا على اتيليزي لو كود مورس هكذا. ما سوف نحتاجه هو الدخول الى المتصفح او الوصول الى اي متصفح وبالتالي الدخول الى جوجل. سوف نقوم بالضغط هنا على النقاط 3 في الاعلى. سوف نقوم بالضغط على اغوغاردي بليتار هكذا. كما تلاحظون فالمتصفح قد تم الوصول إليه. سوف نقوم بالدخول إلى المتصفح. سوف نقوم بكتابة هنا جوجل هكذا.
كما تلاحظون سوف نقوم بتحميل برنامج اسمه جام 5.1 أبيكا داونلود. هكذا كما تلاحظون سوف نضغط هنا هكذا، سوف ننتظر قليلا. سوف نقوم بتحميل هذا التطبيق جوجل أكاونت مانجر. فهذا التطبيق دوره هو مانج آل أكاونت جيميل. سوف نقوم بالضغط على داونلود أبيكا هكذا، سوف نقوم بالضغط على تيليشارجي. كما تلاحظون ف التطبيق قمنا بتحميله. هذا هو التطبيق، لقد تم تحميله هكذا. سوف نعود إلى جوجل، والآن سوف نقوم بتحميل برنامج آخر باي باس. هذا البرنامج معروف في هذه المسائل في تجاوز حسابات الجيميل على الهاتف. FRP باي باس FRP أبيكا هكذا. سوف نقوم بتحميله كذلك. تيليشارجي. فالبرنامج تم تحميله. سوف نذهب إلى هنا. هيستوري تيليشارجمون. فسوف نقوم بتثبيت هذا البرنامج جوجل مانجر. هكذا سويفون انستالي. اوكي، والان سوف نقوم بتثبيت باي باس اف ار بي هكذا. والان سوف نقوم بالضغط على الثلاث نقاط في اقصى اليمين هكذا، ثم كونيكسيون فيا لو نافيغاتور هكذا. اوكي، ما سوف نقوم به الان هو استبدال الحساب جيميل الذي كان على الهاتف لا نعرفه بحساب جيميل خاص بنا يمكننا الدخول للهاتف. سوف نكتب هنا جيميل جديد خاص بنا. سوف ندخل كذلك كلمة المرور. سوف ننتظر قليلا. لقد تم تسجيل الدخول بهذا حساب الجيميل الخاص بنا. لقد تم استبدال حساب جيميل الذي كان مسجل على الهاتف قبل فرمطته بهذا الحساب جيميل الجديد. أما الآن فسوف نقوم بإعادة تشغيل الهاتف بعدما استبدلنا الحساب القديم بالحساب الجديد. سوف ننتظر قليلا.
فهذه الطريقة هي طريقة فعالة لحل هذه المشكلة التي يعانون منها الكثير من الأشخاص. فإن لم تعمل معك هذه الطريقة فاعرف أن المشكل لديك أنت، لم تطبق كل ما قمت به. سوف نقوم بتتبع هذه المراحل، مراحل عادية جدا لتشغيل الهاتف. هنا يتحقق من الجيميل الذي قمنا باستبداله جيميل الجديد الخاص بنا. سوف نقوم بتخطي كل هذا. هذه فقط بعد إعدادات الهاتف، يجب علينا اتباع هذه المراحل لإنهائها. كما تلاحظون لقد أنهينا هذه الخطوات البسيطة وتم الدخول إلى الهاتف بنجاح بعدما استبدلنا الجيميل القديم الجيميل الجديد. هنا سوف نرى الجيميل الجديد الذي قمنا بإدخاله مكان الجيميل القديم الذي كان قبل فرمطة الهاتف. فهذه هي الطريقة الفعالة لتخطي أي جيميل على الهاتف بعد فرمطته. فإن لم تعمل معك هذه الطريقة فاعلم أن المشكل عندك أنت، لم تطبق كل ما قمت بشرحه في هذا الفيديو.